انا عندي هنا سبانخ، ممكن تبقى سبانخ، ممكن تبقى خس، ممكن تبقى جرجير، ممكن تبقى سلق. كل دي حاجات لطيفة جدا جدا. عندي فراولة، ولازم تكون فراولة غامقة ومستوية عشان تبقى مسكرة. وعندي هنا بصل احمر، ولازم يكون احمر متقطع شرايح رفيعة جدا. عيش شامي متحمص في الفرن بدون اي اضافات خالص، لا زيت ولا ملح ولا اي حاجة خالص. شرايح ليمون، عصير ليمون، خل بلسمك، ممكن يبقى عصير ليمون بس من غير خل بلسمك، وممكن يبقى دبس الرمان بدل الخل البلسمك حسب النكهة اللي انتوا بتحبوها يعني. هحط كمان زيت زيتون، وعندي زعتر جاف وملح وفلفل. ممكن اكتفي باني احط معلقة زيت سواء زيتون او نباتي مع عصير الليمون والملح والفلفل، وممكن كمان اضيف لهم دبس الرمان، بيبقى حلو جدا مع الفراوله زيه زي الخل البلسمك. لو حابين تضيفوا مكسرات، عين جمل، لوز، عاده بيتحط لها الكلام ده. ممكن كمان تضيفوا لها بذور القرع العسلي او اللي هو اللب الابيض المتقشر، بيبقى حلو جدا جدا معاها برضو. من الحاجات اللي بتبقى لذيذة قوي معاها برضو، لو انتوا عندكم اي حاجة متبقية عندكم مشوية، تسخنوها وتقطعوها صغير وتفرفتوها معاها برضو، بتبقى لذيذة جدا. يعني شوية افكار. انا هحط قاعدة من السبانخ اللي محدش بيرضى ياكلها خالص دي. على فكرة السبانخ كمان ممكن تاخدوها سوتيه على النار. وعلى فكرة السبانخ لما تتعمل لها سوتيه بزيت الزيتون على النار او بالزبدة على النار، او تتاكل زي ما هي كده نية يعني خضرة، طعمها مختلف تماما عن السبانخ اللي معظم الناس ما بتحبهاش عشان طعمها اللي هو جوه اللي اسمه ايه دوت الصلصة دي، بيبقى طعمها لذيذ قوي قوي قوي. انا بحب، انا ماليش خلق بس انا بحب ارص السلطة، يعني انا ماليش خلق في المطلق بس انا بحب ارص السلطة قوي. بحب حتى في البيت احس كده ان هي فريش وفيها الوان وشكلها لذيذ، وبحب قوي احس ان انا وخاصة في هذه الايام بعمل حاجات شبه المطاعم، علشان برضو الواحد يحس ان هو ايه مواكب الاحداث. يعني البصل بقى في الوصفة دي خفيف مش كتير، فاحنا مش عايزين حاجة حادة قوي، عايزين حاجة حادة علشان نوازن الطعم، بس مش عايزين حاجة حادة تفصلنا عن الطعم الاساسي، فخفيف خفيف كده. بعدين هاخد هنا معلقة زيت زيتون، اللي ما عندوش يحط زيت ذرة ما فيش اي مشكلة خالص. هحط عصرة ليمونة، يعني ليمونة معصورة. هحط معلقة خل بلسمك او دبس الرمان اللي موجود. هحط معلقة زعتر فريش او مجفف، ممكن سماق للي ما عندهمش زعتر بيمشي مع الوصفة دي كويس قوي برضو، ورشة فلفل اسود ورشة ملح خفيف خفيف، واقلب واحطها على السلطة وشكرا. سلطة لذيذة لذيذة. اللي عنده حبوب رمان، عمالة اقول انا عايزة احط لها ايه، اللي عنده حبوب رمان احنا في موسم حبوب الرمان حطه، اللي عنده بنجر مسلوق حطه، كل ده يمشي مع الوصفة دي كويس قوي. كل مرة تتعمل بطريقة التغيير مطلوب يا جماعة، وما تستغربوش الفراولة هنا خالص لان احنا بنحط الرمان ومتعودين عليه، او بقينا متعودين عليه. بنحط البرتقال وبقينا متعودين عليه، فكمان الفراولة بتبقى خطيرة وبتعمل توازن في الطعم كده ولذيذة لذيذة. يعني جربوها. طيب ما عنديش بقى فراولة ولا مش هقدر اخوض التجربة، هعمل نفس الوصفة بالظبط واشيل الفراولة، يعني مش هتقول لأ، مش هتطلع السلطة تقول لأ يا جماعة، ما فيش حاجة بتقول لأ، كله ماشي كله ماشي وكله ينفع وكله شغال عادي.